الله ينجينا وينجيكم الآفات، والله يعطينا ويعطيكم سلامة الوقت. حبابي، هذا وباء شديد ومجهد، كيغلب القوي والضعيف. الله يشوف من حالنا جميع. حبابي، أنا مزوقة فيكم، إلا ما تدخلوا لديوركم، دخلوا لديوركم وصبروا شوية. بالصبر غادي تغلبوا عليه. خافوا على ولادكم وعلى والديكم وعلى حتى روسكم. بالصبر وليدي، ما غاديش نخليو الافات والوباء ينتشر في وسطنا. انا مزوقه فيكم وليداتي، الا ما التزموا شويه الصبر. راه بصبرنا ما غاديش نطيحوا في داكشي اللي طاحوا فيه الناس اللي قبل منا. حنا ما نقدروش نشوفوا الالاف قدامنا كطيح وحنا كنشوفوا بعينينا. هادشي لا نجينا حتى حنايا. انا مزوقه فيكم وليداتي، الا ما تلتزموا شويه الصبر. السلطات قايمه بالواجب، الله يعاونهم باش ان شاء الله يؤديو المهمه على احسن ما يرام. وان شاء الله بصبرنا حنا غادي نتغلبوا عليه. كنا غادي نطلبوا اللطيف، كل شيء غادي يطلب اللطيف، ولكن في ديورنا مع وليداتنا ومع والدينا نطلبوا الله يلطف بنا ويتقبل منا يا ربي. وفين ما كنا معانا الله، فين ما كنا الله معانا، وغادي يستجب لنا ان شاء الله، وغادي تسرح الطرقان ان شاء الله باذن الله. وغادي نحيو صله الرحم مع احبابنا في مكانه، وغادي يتحلوا الجوامع، وغادي يصليو المصلين فوقاتهم كيف ما بغاو. نتمنوا غير من الله شويه ديال الصبر باش نتغلبوا على هذا المرض، والله يجعل ربي ينزل العفو يا ربي. يعني انا مزوقه فيكم، دخلوا لديركم، دخلوا لديركم احبابي، هذا الشيء اللي مطلوب منكم. دخلوا لديركم وصبروا شي شويه. انا مزوقه فيكم.